ما قابلتكمش قبل كده طبعا بيرسونالي يعني، بس انا مبسوط ان انتوا معايا. كنت اتمنى ان احنا لما نشرح الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها دي يبقى معانا نماذج او سكيل لاب علشان تبقى الصورة اوضح. I will try to get it يعني more or less clear for you. And this subject will be an abnormal presentation about the abnormal presentations. قبل ما نتكلم عن abnormal presentations، انت سامعيني كويس كلكم؟ سامعين كويس الصوت؟ تمام يا دكتور، سامعين كويس. تمام؟ طيب، اوكي. الـ abnormal presentation قبل ما نتكلم عليها، احنا دايما بنحب يبقى عندكم فكرة عن ايه اللي بيحصل في النورمال، وايه هو البلفس، وايه هو الدايمترز بتاعت الهيد. لان لو احناش عارفين الدايمترز بتاعت الهيد ومحناش عارفين الدايمترز بتاعت البلفس، ممكن نلاقي صعوبة شوية ان احنا نفهم الابنورمال بريزنتيشن ده مشاكله بتحصل ليه. فانتوا عارفين الكلام ده؟ عارفين ابنورمال الدايمترز كلها؟ عارفين الدايمترز؟ ان شاء الله. ما تردوا. الصراحه يا دكتور في ارقام كتير قوي في الكتاب، احنا مش عارفين ايه المهم وايه المهم. طيب ماشي، اوكي. تعالي الاول احنا تدي هنت سريع عنها. نعم، ممكن حضرتك تدي هنت سريع عن الدايمترز المهمه والدايمترز اللي ممكن يعني ما نبصلهاش قوي. طيب اوكي، احنا الدايمترز اللي احنا هنتكلم فيها لو عملنا يعني الورقه قصادنا كده، هديكوا كده مثال يعني ليها. لو عملنا الورقه دي خطين الطريقه دي كده كويس، وكتبنا في ناحيه الارقام وناحيه قصادها ارقام كويس. احنا عندنا رقم مشهور قوي اللي هو كام؟ 9.5 صح؟ مظبوط. تمام. وعندنا رقم 10 سنتي يعني، وعندنا 11 وربع، وعندنا 13 صح؟ مظبوط. مظبوط يا دكتور. التسعة ونص ده اقل دايمتر موجود للهيد. مظبوط. الدايمتر الاقل بتاع الهيد بتبقى الهيد لازم تكون فيه فولي فلكس. يعني ايه فولي فلكس هيد؟ يعني التشين تاتشنج للتشست بول. يبقى fully flexed head معناها ان التشين بتاعت البيبي is touching the chest wall. ده يديني اقل دايمتر موجود اللي هو 9.5. اقل دايمتر 9.5 ده اسمه ايه؟ sub-occipital pragmatic. يعني ايه برجما؟ يعني الانتيريور فونتانيل صح؟ sub-occipital يعني the area under the occiput، اللي هي الجنكشن between the head and the neck. This is called the subocciput. So the subocciput or the distance between the subocciput and the center of the pragma or the anterior fontanelle is called suboccipital pragmatic diameter. This is a very important diameter. Lay very important. This diameter is the diameter of internal rotation. سامعين في دوشه دخلت؟ انتوا سامعين؟ انا خلاص عملت ميوت اتفتح مايك غلط عند حد. نعم؟ اتفتح المايك غلط عند حد وانا عملت له ميوت خلاص. اوكي. احنا اتكلمنا السب اوكسيبتو براجماتيك، ذيس از ذا دايامتر اللي الهيد بتعمل بيه انترنال روتيشن. اوكي؟ يعني دايامتر مهم جدا جدا في حركه النورمال ليبر. طيب الدايمتر الأكبر منه اسمه sub-occipital frontal صح؟ sub-occipital frontal. من الاسم بتاعه sub-occipital frontal معناها إيه؟ معناها إن دايمتر من sub-occipital up to the frontal bone. مظبوط؟ طيب الدايمتر ده كام؟ 10 سنتي. طيب الدايمتر ده مهم قوي قوي لأنه فيه ثلاث حاجات مهمة أو ثلاث نقط مهمة ممكن تتسألوا فيها. sub-occipital frontal، يبقى سابوكسيبتو فرونتال دايمتر مهم 10 سنتي. اوكي، اول حاجه فيه ليه هو امبورتنت؟
This is the importance of suboccipital frontal. Our point, and this is the diameter that stretch the perineum during normal labor. يعني that diameter اللي الهيد بتطلع منه من البرينيوم during normal labor. Important. يبقى أول حاجة إن هو الديامتر اللي الهيد بتطلع من during normal labor من الفجاينة. دي أول حاجة. تاني حاجة important, this is the diameter where the after coming head اللي هي after coming head اللي الهيد بتاعت البريتش اسمها after coming. يعني ليه after coming؟ عشان هي it is coming after the body of the baby. So it's called after coming head. The after coming head, when it is delivered vaginally, this is the diameter of delivery of the after coming head. بس في نقطة كده صغيرة جنبها, of a fully flexed after coming head. الله, واحد حيثاني هيقول لي طب يعني ايه fully flexed؟ ما انت قلت fully flexed قبل كده 9.5. تسعة ونص دي بتاعت الكفالك presentation لما يبقى fully flexed. انما fully flexed بالنسبة للبريتش اخره suboccipital frontal, يعني ما يعرفش يجيب flexion اكتر من كده. يبقى إذا لو أنا بتكلم عن كلمة fully flexed head في الكفالك presentation, أنا بقصد الديامتر 9.5 اللي هو suboccipital pragmatic. لو أنا بتكلم على breech presentation which is one of the abnormal presentations, هتكلم على fully flexed head بتاعته لوحدها الديامتر بتاعها suboccipital frontal 10 سنتي. يبقى حاجتين مهمين جدا في suboccipital frontal هم إيه؟ أول حاجة, this is the diameter where the head is stretching the perineum. يعني الله, يعني الهيد وهي طالعة من البرينيوم بتطلع بالديامتر ده. أيوة, ليه؟ لأنك عارف كويس قوي إن normal labor بيحصل increase fraction في الهيد. الهيد بتتحول وهي داخلة من الأول كده, من أول البلفس داخلة بsuboccipital frontal, هتعمل increase fraction. لو أنتوا عارفين الترتيب بتاع الهيد مع increase fraction هيبقى الديامتر بتاعها suboccipital pragmatic 9.5. عند 9.5 ده هتحصل حركة الـ internal rotation, وبعد الـ internal rotation هتحصل حركة ثانية مهمة قوي اسمها extension. حركة الـ extension دي هي اللي بتسبب ان suboccipital pragmatic اللي انا كنت بتكلم فيه 9.5 تحول بقى 10. لو حد مش فاهم حاجة يقول لي عيدها تاني, انا عنديش مشكلة خالص. فهمتوا الحتة دي؟ ممكن تاني يا دكتور؟ معلش قوي. تاني, احنا نورمال ليبر, طب انتوا النورمال ليبر عارفين الستبس بتاعتها ايه؟ طبعا انتوا عارفينها اللي هي ايه, ديسنت صح, وبعدين انكريس فليكشن صح, وبعدين انترنال روتيشن, وبعدين اكستنشن, وبعدين ريستيتيوشن, وبعدين اكسترنال روتيشن صح. صح. طيب ديسنت داخله الهيد, لازم تبقى عارف ان الهيد داخله بالديامتر السب اوكسيبتو فرونتال اللي هو داخله ب 10 سنتي. داخله ايه؟ داخله الانلت. عند نقطه بتقول انت فيها انكريزد فليكشن. انكريز فليكشن يعني معنى كده ان الهيد دي بقت فولي فلكس, وبقى الديامتر بتاعها بدل ما هو 10 بقى 9.5. ليه؟ علشان تلف حركه الانترنال روتيشن. يبقى حركه الانترنال روتيشن مهم قوي ان الهيد توصل لاقل ديامتر ممكن, وهقول لك ليه. خلاص, بعد كده الهيد كملت ديسنت, الحركه اللي بعديها على طول اسمها ايه؟ اكستنشن. عملت اكستنشن بعد ما كانت سب اوكسيبتو بريجماتيك عند اللفه عند الانترنال روتيشن, اكستنشن بقت سب اوكسيبتو ايه؟ فرونتال. يبقى الدايامتر بتاع الهيد وهي طالعه من الانترويتس او من الفاجينا فحركه الاكستنشن اسمه ايه؟ سب اوكسيبتو فرونتال. وضحت ولا لسه؟ تمام يا دكتور, وضحت. تمام, وضحت ولا لسه؟ تمام يا دكتور, وضحت. تمام, وضحت يا دكتور. عرفتوا ليه هو الدايمتر اللي بيسترتش البرينيوم؟ الدايمتر اللي بيسترتش البرينيوم وهو طالع, لان في, انا مذاكر ان في حركه اسمها اكستنشن. الاكستنشن ده بيحول الدايمتر اللي تحول اللي هو كان suboccipital pragmatic بحركة flexion وinternal rotation بقى extension والهيد طالعة, فعمل suboccipital frontal. بقت الهيد وهي طالعة during delivery suboccipital frontal. عشان كده suboccipital frontal مهم في مسألة الستريتشنج بتاع البرينيوم. suboccipital frontal زي ما اتفقنا برضو مع البريتش,
بس مع البريتش في نقطة مهمة لازم تبقوا عارفينها. لما هنيجي نتكلم على البريتش حط دي بس في دماغك، الهات بتاعت البريتش ما بتتغيرش الديامتر بتاعها زي الهات بتاعت الكفالك برزنتيشن. يعني ايه؟ الهات بتاعت البريتش وهي نازلة بتخش البلفس سب اوكسيبتو فرانتل، الانكريزد فراكشن بتاعها ما بيحولهاش غير لسب اوكسيبتو فرانتل برضو، بتلف انترنال روتيشن وهي سب اوكسيبتو فرانتل، وتتولد من البرينيوم سب اوكسيبتو فرانتل. تخيل التلات مراحل بتاعتها ثابته بسب اوكسيبتو فرانتل. يعني هو ده الديامتر بتاع البريتش اول ذا تايم. هو ده سب اوكسيبتو، عشان كده الديامتر مهم جدا. معايا؟ تمام. يعني عرفتوا ليه السب اوكسيبتو فرانتل اللي هو 10 ده مهم قوي في الحاجتين دول اللي انا قلتهم؟ اتفقنا عليهم؟ تمام يا دكتور. اوكي، في الاوكسيبتو فرانتل بعد كده. الاوكسيبتو فرانتل بعد كده هو الدايمتر الاعلى من كده اللي هو 11 وربع. الاوكسيبتو فرانتل ده بالكلام اللي انا قلته هيبقى انهي دايمتر لو الهيد طالعه من البرينيوم؟ لو الهيد طالعه من البرينيوم بالاوكسيبتو فرانتل اللي هو 11 ربع، يبقى اكيد الهيد دي، اكيد الهيد دي كانت في الدايمتر الاقل وهي بتعمل انترنال روتيشن. الحاله دي اسمها اوكسيبتو بوستيرير، هنتكلم عليها. اوكسيبتو بوستيرير الهيد ما بتبقاش فولي فلكس، فبتخش تعمل انترنال روتيشن بالدايمتر اللي هو ايه السب اوكسيبتو فرانتل. تيجي تتولد هتتولد بالاكستنشن، يبقى هتتولد بانهي دايمتر؟ بالاكبر منه اللي هو الاوكسيبتو فرانتل. خليكم معايا، كل حركه من حركات الهيد، خلي بالك الهيد بتلف انترنال روتيشن بدايمتر وتطلع من البرينيوم، يعني تتولد بالدايمتر اللي اكبر منه علشان هي بتعمل اكستنشن. يبقى انا لو عندي هيد عملت نورمال ليبر سب اوكسيبتو بريجماتيك هتطلع بالسب اوكسيبتو فرونتال، لو الهيد عملت انترنال روتيشن بالسب اوكسيبتو فرونتال هتطلع باوكسيبتو فرونتال. الهيد الوحيده اللي بتعمل كده هي الهيد بتاعت الاوكسيبتو بوستيرير. يبقى انا دلوقتي فنطت الحكايه، انا عندي الهيد بتاعت البريتش السب اوكسيبتو فرونتال معايا في كل المراحل من اول ما بتخش البلفس لحد لما بتتولد بسب اوكسيبتو فرونتال. واضحه؟ تاني هيد المهمه مش بتاعت البريتش بقى، كفالك برزنتيشن. عندي نورمال اللي هي النورمال ليبر الهيد العاديه خالص بتلف انترنال روتيشن بسب اوكسيبتو بريجماتيك وتطلع بسب اوكسيبتو فرونتال اللي هو 10. طب لو عندي هيد اب نورمال برزنتيشن زي الاوكسيبتو بوستيرير هتعمل انترنال روتيشن بسب اوكسيبتو فرونتال وهتطلع باوكسيبتو فرونتال اللي هو 11 وربع. حط القاعده دي، القاعده دي ماشيه مع الكيفاليك برزنتيشن في الحالتين، في النورمال ليبر وفي الاوكسيبتو بوستيرير، بس مش ماشيه مع البريتش. البريتش ثابت اوكسيبتو فرونتال في كل الاحوال، ولما هنتكلم على البريتش هبقى فاهمكم مساله الثبات بتاعه سب اوكسيبتو فرونتال دي مهمه ليه. اتفقنا؟ طيب دكتور ممكن سؤال؟ اتفضلي. دكتور في البريتش كان في حاجه في الكتاب عندنا مكتوب ان في فليكسد افتر كومينج هيد واكستندد افتر كومينج هيد، ودي الدايامترز مختلفه فيها. صح، انا هكلمكم. ما هو البريتش ده احنا هنتكلم فيه ان ديتيلز كله. تمام اوكي، يعني هنشرح البريتش از ان ادونر برزنتيشن لوحده خالص. انا كنت بتكلم بس عشان نقطه الدايامترز اللي حضرتك كنت بتقول عليها. البريتش علشان طب انت هتطلعينا شويه بس انا هرد عليك. لا لا مش مشكله، يعني خليني بس ما اخدش من سؤالي. يعني في البريتش ان الهيد نازله بعد البودي، دايما يقول لك ايه؟ يقول لك البريتش بيحصل فيه ارست في الهيد لو حصل بولينج على البودي. يعني ايه؟ لو تشد البودي هيحصل ارست في الهيد زي ما انت بتقولي كده. يا ترى ليه؟ انا لما بشد البودي هيحصل اكستنشن للهيد اللي هي جوه لسه ما اتولدتش. ليه؟ لان انا بشدها لتحت فالتشين بتطلع معايا لفوق، صح؟ فبيتحول الدايمتر اللي انا عايزه اللي هو السب اوكسيبتو فرونت اللي هو هيعديها في كل المراحل هيتحول لايه؟ لاوكسيبتو فرونت. برافو، اوكسيبتو فرونت 11 وربع. نفتكر مع بعض الانتر اسكيال دايمتر اللي هو اضيق حته في الايه؟ في البلفس، اللي هو الانتر اسكيال دايمتر، صح؟ اللي هو البلين اوف ليست بلفيك دايمنشن، فاكرينه؟ اه
ده كام؟ 10 10 ونص 10 ونص. والديامتر ده كام الاوكسيبتو فرونتال؟ 11 وربع. اللي هاد هتعلق مش هتنزل، صح ولا لا؟ تمام مظبوط؟ مظبوط. ليه؟ لان احنا لازم في البريتش ما نحولش السب اوكسيبتو فرونتال لاوكسيبتو فرونتال خالص، والا الهيد هيحصل لها ارست، والحاجه اللي بتحوله ان يتشد البيبي لتحت. اتفقنا؟ طيب دمت. نخش بقى نخش في البلفس، يعني بقيه الدايمترز اللي هي الاوكسيبتو فرونتال 11 وربع زي ما اتفقنا، ونيجي للدايمترز الثانيه بتاعه الفيس والاكستنشن بتاع الهيد. طبعا في دايمتر زي 9 ونص بالظبط اسمه سب اوكسيبتو ايه؟ سبمنتو ايه؟ فيرتيكال بريجماتيك. سبمنتو بريجماتيك زي السب اوكسيبتو بريجماتيك بالظبط، ده 9 ونص وده 9 ونص. طب الدايمتر ده كده من غير تفكير هو الدايمتر الذكي. الو سامعين حضرتك يا دكتور؟ الو دكتور احنا سامعين حضرتك. سامعين حضرتك يا دكتور، حضرتك سامعنا ولا لا؟ الو رجعت النت اهي كويس. سامعين حضرتك؟ سامعين؟ اه سامعين كل ده. طب كويس. بصوا بقى احنا مش قلنا 9 ونص سب اوكسيبتو ايه؟ برجماتيك، صح كده؟ التسعة ونص المقابل ليه سبمنتو بريجماتيك اللي هو الديامتر بتاع فولي اكستندد هيد، يبقى التسعة ونص بتاع فولي فلكس هيد اسمه ايه؟ سب اوكسيبتو بريجماتيك. بتاع الفولي اكستندد هيد اسمه سبمنتو بريجماتيك. ده في ايه؟ في حالات الفيس، الفيس بريزنتيشن. اوكي ده تسعة ونص صح؟ تمام معايا؟ اه تمام. الديامتر الثاني ما فيهوش 10، ما فيهوش سب اوكسيبتو فرونتال زي السب اوكسيبتو فرونتال. الديامتر الثاني 11 وربع على طول اسمه ايه؟ سبمنتو فيرتيكال. يبقى ما عنديش قياس ال10 ده متكرر عشان ما حدش يتلخبط. ال10 ده هو الوحيد اللي اسمه السب اوكسيبتو فرونتال، ده 10 سنتي. القياس في الاكستندد هيد من اول سبمنتو بريجماتيك 9 ونص، وهتروح ناطط على طول على 11 وربع، وبعدين في الاخر خالص ال 13. ال 13 اللي هو ايه؟ منتو فيرتيكال اللي هو بتاع البراو. يبقى انا عندي اول واحد سبمنتو بريجماتيك 9 ونص صح؟ وبعدين سبمنتو فيرتيكال. فيرتيكال اللي هو ايه؟ الفيرتكس بتاعه الهيد. يعني ايه فيرتكس؟ يعني ايه فيرتكس؟ فيرتكس يعني قمه، يعني اعلى حاجه. ليه هم بيستعملوا كلمه فيرتكس كتير؟ الفيرتكس لو انت بصيتي لحد وهو التشين بتاعته تاتشينج التشست وول، اعلى حته في الهيد بتاعته البوينت دي هي اسمها ايه؟ الفيرتكس. اوكي الفيرتكس ليها تعريف تاني في الكتاب. It is a point on the vault of the skull in the midline 2 centimeters in front of the posterior fontanelle. يعني posterior fontanelle فين؟ 2 سنتي قدامها على sagittal suture، دي الفيرتكس. يبقى الفيرتكس is a point on the head او بمعنى صح لقم. غير الفولت. فولت يعني سيرفس. vertex is a point. vault of the skull اللي هو سطح السكال اللي هو فوق، اللي هو فيه السوتشرز والفونتانيل والبونز بتاعت السكال. اوكي عشان الاثنين بالفي عشان ما تلخبطوش بينهم، دي فولت ودي vertex. vertex is a point، قمة. اوكي يبقى عندي 11 وربع و13. يبقى انا حطيت القياسات عند 9 ونص قدام 9 ونص،
11 وربع زي الاوكسيبتو فرونتال انا عندي الايه السبمنتو مش مهم. يعني المهم ان انتوا عارفين ان القياس اللي هو 10 سنتي اللي هو سب اوكسيبتو فرونتال مش متكرر في الاكستندد هيد عشان ما حدش يقول 10 سنتي في اي حاجه فيها اكستنشن. اتفقنا؟ plane of least pelvic dimension يعني ايه plane of least pelvic dimension؟ اسمه التاني obstetric outlet. انتوا عارفين البلفس بتاع البلفس بتاعنا عباره عن هي عباره عن ان هو ترانسفيرس اوفال من فوق وانتروبوستيرير اوفال من تحت. صح؟ ترانسفيرس اوفال من فوق. يعني ايه ترانسفيرس اوفال؟ يعني الترانسفيرس دايمتر بتاعه 13 والانتروبوستيرير 11 عامل زي الاوفال زي ما بيضاوي. الاوتلت بالعكس الانترو الترانسفيرس بتاع 11 والانتروبوستيرير بتاعه 13 هو اصلا 11 بس حركه الكوكسكس لما بتتحرك لورا 2 سنتي بيخلوه 13. فاذا الاوتلت بتاعنا بقى مور اور ليس يعني انتروبوستيرير اوفر. اوكي طيب ده الانلت وده الاوتلت. طب في النص في قبل الاوتلت على طول اللي هو الاناتوميكال اوتلت في حاجه اسمها اوبستريك اوتلت. ده مهم جدا جدا اللي هم بيسموه بلين اوف ليست بلفيك دايمنشن. ليه هو مهم؟ ليه مهم؟ بمنتهى البساطه المحطه دي لو عداها البيبي او لو عدتها الهيد الست هتولد. يعني هي اضيق منطقه في البلفس. تاني دي اضيق حته بلين اوف ليست بلفيك دايمنشن. عدت البلين اوف ليست بلفيك دايمنشن الهيد هتتولد خلاص. عشان كده هو مهم جدا. عباره عن ايه البلين اوف ليست بلفيك دايمنشن؟ عباره عن بلين ستارتنج من الايسكيال سباين بوستيرير سيرفيس اوف سيمفيسس بيوبس ايسكيال سباين على الناحيه الثانيه فيث ساكرال فيرتيبرا على تحت. قطعت وجيت تاني صح؟ لا لا سامعين كل ده. كل ما سحكت عيد تاني اللي هو البلين اوف ليست بلفيك دايمنشن. البلين اوف ليست بلفيك دايمنشن مهم جدا جدا. ليه؟ علشان زي ما قلنا ان ده الاخر محطه بتعدي فيها الهات واضيق محطه. المحطه دي ضيقه لو عدتها الهات خلاص. طب لازم نبقى عارفين بقى يعني احنا بنقصد ايه بضيقه صح؟ ايه الديامترز اللي بنقصد بيها ان الحته دي ضيقه؟ اهم ديامتر هو الانتر اسكيال ديامتر اللي هو المسافه بين ذا تو اسكيال سباينز 10.5 سنتي. طيب بمنتهى البساطه كده تروح يعني اي هيد لو عدت ال 10.5 سنتي ما تعديش. ما تعديش مش ما تعديش وبس مش هتلف انترنال روتيشن. يعني حاجتين لا هتلف ولا هتعدي. طب انتوا عارفين هي بتلف ليه؟ طبعا الهيد بتلف انترنال روتيشن ليه؟ حد يجاوب عليا. هي بتلف انترنال روتيشن ليه الهيد وهي نازله في النورمال ليبر؟ عشان الريزيستنس بتاعت البلفيك فلور والبوشنج بتاع اليوترس من فوق وعشان تقلل الدايمنشنز بتاعتها عشان تبقى كوره وتتعدي. لا دلوقتي هي بتلف. هي دلوقتي لفت عملت 1/8 of a circle وبقت الاوكسبت بقى لفوق والفيس بقى لتحت. عملت الحركه دي ليه؟ عملت الحركه دي علشان تؤدات على شكل الاوتلت اللي احنا قلنا عليه شكله ايه؟ انتروبوستيرير اوفل. فهي بتروح لفه عشان تحط نفسها في الاتجاه بتاع الانتروبوستيرير اوفل. خلت الاوكسبت لفوق والفيس لتحت. صح؟ عشان تعدي من خلال ايه؟ البلين اوف ايه؟ ليست بلفيك دايمنشن. طب تتخيل كده الهاد وهي الاوكسبت فوق والفيس لتحت عملت انهي دايمتر وهي بتلف انترنال روتيشن؟ السب اوكسبتو ايه؟ بريجماتيك اللي هو كام؟ 9.5
عدت في العشرة ولا ما عدتش؟ في العشرة ونص عدت. ده النورمال ليبر. الهيد بتختار أقل ديامتر تعدي بيه، تعدي بيه من بتوين الاتنين اسكيل سباينز اللي هم عاملين زي البوابة زي الترابيس كده. اتفقنا؟ خلاص؟ تمام. النورمال ليبر تاني هنقوله مع بعض عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي السات increased flexion علشان ايه؟ علشان احول للسب اوكسيدو فرونتال لايه؟ سب اوكسيدو بريغماتيك. برافو. والسب اوكسيدو بريغماتيك يخش يعمل internal rotation عند الليفل بتاع مين؟ الليست بلفيك دايمنشن. وبعدين تخش في البلين اوف ليست بلفيك دايمنشن. هتتولد ازاي الهيد؟ بحركه ايه بقى؟ وهي بعد ما عدت كل ده هتعمل ايه؟ اكستنشن. تطلع بانهي دايمتر؟ بالسب اوكسيبتو ايه؟ السب اوكسيبتو فرونت. برافو. اللي هو 10 صح كده؟ والباي بارايتال دايمتر ده ثابت في كل الاحوال اللي هو كام؟ 9.5. برافو. الهيد طالعه مرتاحه مفيش مشاكل خالص بعد ما لفت الانترنال روتيشن والحاجات دي. خلاص كده؟ تمام؟ تمام. تعالوا بقى نخش في الهيد او في الابنورمال برزنتيشن. اول ابنورمال برزنتيشن هنتكلم فيه اللي هو اوكسيبتو بوستيريور. اوكي؟ طب يا دكتور معلش ممكن قبل ابنورمال برزنتيشن نقول الريستيتيوشن عشان دي حته مش فاهماها. الريستيتيوشن كويس قوي. يعني ايه ريستيتيوشن؟ يعني رجوع الاصل في كل حاجه. طيب يعني ايه برضو؟ الطبيعي وانا واقف كده ان الاتجاه بتاع الفيس بتاعي يبقى ازاي؟ يبقى قدام صح؟ هل الطبيعي ان انا اكون باصص ناحيه الشولدر ده او الشولدر ده؟ لا. المفروض ان انا الطبيعي ان انا ابقى كده صح؟ ابقى باصص قدامي، الشولدر ده على يميني، الشولدر ده على شمالي، والفيس بتاعي لقدام صح كده؟ كويس قوي. لما الهيد جت اتولد كانت عامله ايه؟ internal rotation صح؟ صح؟ لا internal rotation الاول اللفه صح؟ تمام. خلاص كده؟ اللفه ديت لما طلعت الهيد طلعت وهي لفه 1/8 of a circle على البادي صح كده؟ تمام. كويس قوي جميل. في ورايا ايه طالع بعد كده؟ shoulders. برافو. الشولدر هيعمل نفس الحركه بتاعه الهيد. حلو. بس جوه انا الهيد اتولدت وهي معوجه وعامله السنه كده على الشولدر كويس. وبعدين الهيد دي هوب طلعت بره خلاص بقت فري خلاص. ده بقى الشولدر داخل وراها هيعمل نفس الحركه هيروح عامل ازاي؟ انترنال روتيشن. انترنال روتيشن تاني. فهتلاقي الهيد بدل ما هي بتتولد الفيس باصص فين؟ تحت. والاوكسبت فين؟ فوق. كويس. الشولدر انا دلوقتي لما الهيد اتولدت الهيد عملت كده تقريبا 1/8 of a circle. جه الشولدر راح لافف اللفه بتاعته دي وبدا يطلع. اول ما لف اللفه عدل الاتجاه بتاعه مع الهيد. الهيد بره فري والشولدر هو اللي بيلف. فالهيد وعشان هي فري راحت متحركه في نفس اتجاه الانترنال روتيشن بتاعه. عدلت نفسها عليه. عدلت نفسها عليه. تاني هقولها تاني. الهادي يا جماعه اتولدت بره بقت في الهواء. طلعت خلاص باكستنشن وعامله كده الراس البيبي باصص تحت في الارض ودماغه لفوق. بس ده الحرق اللي هو اللي عاملها دي دلوقتي دي نتاج للانترنال روتيشن اللي هو عمله. يعني هو عامل انترنال روتيشن على الشولدر بتاعه. 1/8 of a circle. اتفقنا؟ طلعت الهيد بره خلاص. فالهيد تعمل ايه؟ بعد ما طلعت فري تعدل العلاقه بتاعتها مع الشولدر. تاني. فاهمينها؟ دكتور هو ده الريستيتيوشن صح؟ الاكسترنال روتيشن اللي انا قلته ده الريستيتيوشن صح؟ الريستيتيوشن هو عدلة الهيد للريليشن تو ذا شولدر. عدلت نفسها ليه؟ لان هي بقت تمام طلعت بره بقت فري. فبدل ما هو باصص تحت راح عامل كده عدل نفسه على الشولدر تاني.
ليه الشولدر ليه هو عدل ناس على الشولدر بالحركة دي؟ الشولدر داخل في one of the oblique diameters of the pelvis. يعني داخل في الأوبليك ده أو في الأوبليك ده. فالهيد وهي نازلة وطلعت برة وعاملة internal rotation على الشولدر اللي هو أوبليك هتعمل حركة restitution بتون سيركل وتعدل نفسها بقت الريليشن بتاعت الفيس للشولدر مظبوطة بس بعد ما طلعت برة. بس الاكسترنال روتيشن اللي هو كده حركة مش مظبوط كده كده انترنال روتيتد كده كده طالعه انترنال روتيتد. يعني المنظر اللي هي طلعت بيه بره ده هي انترنال روتيتد على ايه؟ على الشولدر اللي هي بصة ازاي البيبي باصص تحت وقفل فوق صح تمام طلعت اتولدت اوكي الشولدر لسه في الاوبليك دايمتر بتاع البلفس لسه متحرك ما عملش انترنال روتيشن فهتروح هي على طول اول ما تطلع تروح عامله ازاي كده عشان تعدل نفسها عليه بقوا هما الاثنين مع بعض خلاص في نفس الاتجاه يجي بقى يعمل انترنال روتيشن هيتحركوا هما الاثنين مع بعض حركه الايه الاكسترنال روتيشن من بره اللي هتبان لك بره اللي هي اصلا انترنال روتيشن جوه بتاع الشولدر مفهومه دي يعني دلوقتي الريستيتيوشن تاني عباره عن ان الهيد دي بعد ما طلعت من البرينيوم وتحررت قررت تعدل الريليشن اللي ليها مع الشولدر اللي هو في الاوبليك دامتر فراحت عامله ثمن درجه تاني عدلت نفسها من الانترنال روتيشن اللي هي كانت عاملاه تمام كويس بعد كده عمل ايه اكسترنال روتيشن انا شايفه بره بس اللي بيحصل جوه اكشولي هو ايه انترنال روتيشن بتاع الشولدر صح كده تمام الهيد بقى تتولد اتجاه الوش فين او الفيس بعد الحركتين دول هتبقى بصة ناحية يمين او شمال صح شمال بس يمين اكتر لان ده يمين اكتر علشان اكتر دايمتر ايه اللي هو ايه اكتر بوزيشن لفت اكسبتو ايه انتيريور دكتور الفيديو فصل صح حضرتك سمعني؟ الو الليفت اوكسيبتو صح كده يبقى لما الفيس لما الهيد دي هتتولد في الاخر بعد الحركتين دول هيبقى الفيس مواجه لايه للرايت ثاي بتاع الست الرايت ثاي او رايت ليج بتاعتها صح تمام يا دكتور اوكي طيب تعالوا نتكلم على في بس سؤال في الشات على الحته دي نعم سؤال في الشات على الجزء سؤال في الايه في الشات على ايه على نفس الجزء هو بيسال internal rotation of the shoulders is always in opposite direction to that of the head طبعا ليه بقى الاثنين مش في نفس الاتجاه مع بعض الراس كده عمودية على الاثنين شولدرز يعني معنى صح لو الهيد او الاوكسبت عملت 1/8 of a circle towards لو هي left اوكسبتو anterior هتبقى towards the right side الانتيرير شولدر وهو نازل هيلف على عكس الاتجاه اللي هو left side في الانترنال روتيشن طيب الاثنين عكس هما الاثنين perpendicular على بعض مش في نفس الاتجاه الهيد بصه كده والشولدر كده ايوه تمام الشولدر بيخش في اوبليك اوبوزيت للاتجاه بتاع الهيد عشان كده الهيد لما بتلف 1/8 في السيركل هتلف ناحيه يمين والانتيرور شولدر اللي هو نازل اللي هو عاده هيبقى الشمال هيلف ناحيه ايه شمال هيلف ناحيه عكس اتجاه الانترنال روتيشن بتاع الهيد اولويز صح تمام شكرا لك تمام عشان كده يا دكتور بيبان بره اكسترنال روتيشن عشان الاتجاهات مختلفه الاكسترنال روتيشن هيبقى في الاتجاه انه علشان كده اقصد الشولدر لما بيعمل انترنال روتيشن في الاتجاه الشمال بيبان بره كانه اكسترنال روتيشن
بيبان بره على انه اكسترنال روتيشن، انك انت اللي انت اللي شايفاه قدامك، انت اللي واقفه قدام الست، جوه بيحصل انترنال روتيشن، بره قدامك بيترجم على انه اكسترنال روتيشن، لانك شايفه انت بره الهيد، الهيد هي اللي بتتحرك قدامك انت. أيوة شايفه أيوة لحد دلوقتي. ايوه فهمت فهمت. الشولدر مختفي جوه. ايوه اي فهمت. الهيد هي اللي طالعه بس بره. تمام تمام فهمت. فهمت ازاي؟ طيب تعالوا بس عشان اقول لكم على على ايه، اكلمكم على البريتش بسرعه الاول، وبعدين نخش على الـ على الاوكسيبتو سلانر بريتش، في حاجات كتير. بصوا البريتش اول حاجه الديفينيشن بتاعه هو عباره عن ايه، عباره عن اتيز ا برزنتيشن which the podalic part of the baby is lying lower most. What is the podalic part? The podalic part is the part of the baby lying behind or below the waist. تحت الحتة بتاعت الوسط بتاعت البيبي، تحتيها ده اسمه podalic part. Including buttocks, thighs, legs, feet. الجزء التحتاني اسمه podalic part. يبقى where the podalic part of the baby is lying lower most, this is the breech. What are the types of the breech? We have two important types. We have the complete breech and incomplete breech. Complete breech is the breech where the attitude of the baby is the attitude of flexion. Flexion. كل حتة في البادي flexed. الباك flexed. الهيد flexed. الثايز flexed على legs. والثايز flexed على الابدومن. When knees flexed, the complete breech. Okay? يبقى the attitude of flexion or complete flexion, this is a complete breech. Incomplete معناها في حتة من اللي أنا قلتهم دولة extended. ما بقاش ال attitude flexion كامل. طيب لو عندي الاثنين thighs أو leg بتاعت البيبي extended ومرفوعة upward، بقى البرزنتيشن أو آخر حاجة تحت اسمها البوتوكس بس. البوتوكس بس سموها فرانك بريتش. فرانك بريتش معناها إن البوتوكس only presented. The buttocks only. يبقى الفرانك بريتش عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن البيبي رافع رجليه فوق جنب راسه، والليج اكستندد من هنا واكستندد من هنا، واللي تحت بس هو الباتوكس. ده اول تايب اسمه فرانك، اول تايب في الانكمبليت. تاني تايب في الانكمبليت اسمه ني بريزنتيشن. يعني ايه ني بريزنتيشن؟ يعني الركبتين هما اللي نازلين لو. ازاي؟ الثاي اكستندد على الترنك مش فلكسد عليه، الفلكشن حاصل عند الني جوينت بس، فبقت الركبتين هما اللي تحت، بقى اسمه ني بريزنتيشن. طيب تالت تايب في الانكمبليت لما يبقوا الاثنين ني اكستندد، بقت اوطى حاجه هي ايه؟ الفيت، بقى اسمه فوتلينج بريزنتيشن. فوتلينج بريزنتيشن. يبقى عندي الثلاثه تايبس من الانكمبليت وون تايب بس اللي هو كومبليت. الهيد عشان نتفق، الهيد بتاعت البريتش اسمها after coming head. يعني ايه after coming head؟ يعني the head comes after the body. اتفقنا؟ عشان لما نتكلم نقول after coming after coming، تبقوا عارفين ان هي after coming بتاعت الهيد الوحيدة اللي بتتسمى كده هي الهيد بتاعت البريتش. طيب البريتش الكوزس بتاعته ايه او ايه الايتيولوجي؟ الكوزس بتاعت البريتش لازم كده تحط وانت بتقول اي، لو اتسالت سؤال بيقول لك ايه هي الايتيولوجي بتاع اي ابنورمال بريزنتيشن، حط في دماغي قدامي واحده ست جواها يوترس، اليوترس ده جواه ميه اللي هي اللايكر، جواه بيبي، جواه بلاسنتا، والبلاسنتا مربوطه بالكورد للبيبي، وبره الست دي عندها بطن abdominal wall muscles يعني، وفي حوض
اللي هو البلفس اللي هو البون، وفي ورا سباينز اللي هي الفيرتبرا كولوم. صح مظبوط. يعني الصوره قدامي كده، واحده ست حامل بطنها فيها ماسلز، ظهرها فيه بون، وفي بون تحت في البلفس. جوه اليوترس ده جواه لايكور، جواه بلاسنتا، جواه بيبي، جواه كورد. صح. اي حاجه ابنورمال في دول تساوي ابنورمال بريزنتيشن. قولها زي ما انت عايز. عايز تبدا بايه؟ بلفس كونتراكتد بلفس، سباينز كايفوزس، لايكور بوليهيدرانوس او اوليغوهيدرانوس ابنورماليتي في اللايكور، بلاسنتا بلاسنتا بريفي، كورد شورت كورد، بيبي congenital anomalies. بس the most important cause premature. يبقى the most important cause and the most common cause for breach بالذات presentation is prematurity. نمرة واحد. وبتيجي في multiple choice. أهم سبب prematurity. تاني واضحة؟ تمام يا دكتور. تمام اتفقنا؟ تمام. الايتيولوجي ده يمشي على اي abnormal presentation. لو جت في اي سؤال في الامتحان تتخيل اللي انا قلته ده ويكتب على طول. كويس. طيب البريتش ده دلوقتي عايزين نتكلم هو بيتولد ازاي او ايه المانجمنت بتاعه على طول، عشان الحاجات المهمه نخش فيها على طول. البريتش بيتولد ازاي؟ القصه هي بالظبط نفس القصة بتاعة النورمال ليبر. عندي الدنيا ماشية سموث أو حصل حاجة أبنورمال وقفت عملية الولادة الفاجينا. اتفقنا؟ احنا هنتكلم الأول إن الدنيا ماشية سموث بنسميه إيه؟ بنسميه delivery of uncomplicated breach. uncomplicated معناها إن مفيش بارت من البريتش اثناء عمليه الولاده علق او عمل مشكله. يعني اتولد سموث؟ ايوه اتولد سموث. ده الميكانيزم اوف ديليفري بتاع uncomplicated breach. خليك معايا. وفي complicated بعد كده ان في مشكله حصلت اثناء الولاده في اي بارت وهنتكلم عليه. طب بيتولد ازاي البريتش؟ احنا زي ما اتفقنا البريتش نازل بالرجلين. افترض ان البريتش كومبليت بريتش. اول حاجه نورمالي ان البريتش هيتولد هيخش في البلفس ب one of the oblique diameters في الانلت. الانلت ده كام؟ الترانسفيرس دايمتر الاوبليك دايمترز بتاعت الانلت كبيره 13 سم. الاوبليك دايمترز 13 سم. طيب بريتش داخل بيدخل ب دايمتر اسمه by trochanteric diameter اللي هو greater trochanter بتاع الفيمر من هنا و greater trochanter بتاع الفيمر من هنا. كويس. الاثنين دول المسافة اللي بينهم 10 سنتي، فهو داخل مرتاح في الأوبليك diameter. هيخش هيعمل بالضبط زي الهات، هيروح داخل عامل internal rotation عند الليفل بتاع الاسكيل سباينز، وبعدين هيتولد smooth بديامتر اسمه سب تروكانتيريك سوبرا تروكانتيريك. ليه بيتعمل له سكويزنج شويه؟ لان البريتش مش زي الهد، مش بون. البريتش عباره عن حاجه سوفت، فهو طالع بيكمبرست شويه. الباي تروكانتيريك اللي كان 10 هيبقى 9.5 اللي هو سب تروكانتيريك سوبرا تروكانتيريك ديامتر، وهو ده الديامتر ان اللي البريتش بيطلع منه من الفاجينا او من الانتروتس. البريتش اتولد، يجي بعدي او فوق على طول مين؟ شولدرز. الشولدرز داخله في الاوبليك دايمتر، هو ولا عكس بتاع البريتش؟ انا هو اوبليك دايمتر هيبقى هو ولا عكس زي بتاع البريتش؟ نعم هيبقى ايه؟ زي البريتش بالظبط. صح، لان هما الاثنين نفس الاتجاه. صح كده. تمام.
البريتش واخد بالك داخل الشولدر داخل بديامتر اسمه ايه؟ بيس اكروميال. برافو عليكي. ده كام؟ 12 سنتي. 12 سنتي داخل في الاوبليك مرتاح ولا مش مرتاح؟ مرتاح. هو 12 و12 12 وهو 13 13 الال سبايس دخل جوه في نفس الاوبليك عمل نفس الحركه بتاعه الانترنال روتيشن. اتولدوا ازاي؟ شكل الشولدرز وهي بتتولد في البريتش في النورمال شكلهم عباره عن ايه؟ عباره عن كده الاثنين شولدرز ادكتد ادكتد يعني مقفولين على البادي والاثنين ارمز كروست ان فرونت اوف ذا تشست نازل كده. شايفيني نازل عامل كده؟ شايفين حضرتك. اوكي طيب لو انت شايفه شايفاني عامل الحركه دي اول حاجه هتبان من الـ من الـ من الـ من الارمز بتاعتي بعد البريتش هتبقى مين؟ الالبو الفيست الاثنين البوز الكعان لان انا عامل كده فالحاجه الواطيه هتبقى اول حاجه الكوع ده والكوع ده صح؟ تمام 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 يا دكتور. كروست هيعدي تحت اول ما هيعدي حل الشولدرز هتتولد هتتفتح وخلاص كده هيبقى لي مين بقى؟ الهيد اللي اسمها ايه؟ افتر كامينج. اسمها ايه؟ افتر كامينج. افتر كامينج هتخش في انهي اوبليك دايمتر؟ الاوبليك دايمتر اللي عكس اللي دخل فيه البريتش والشولدر. طيب صح؟ تدخل تحت هتنزل على الليفل بتاع الاسكيل سباينز هتعمل حركه الايه الانترنال روتيشن العادي بتاع تمام كده هتتولد الهيد سب اوكسيبيتو فرونتال فاكرين يبقى دخلت سب اوكسيبيتو فرونتال واتولدت سب اوكسيبيتو فرونتال تمام تمام الولاده كده دكتور معذره سؤال حضرتك قلت البيس اكروميال دايامتر بيساوي 12 تمام والليست دايمنشال بتاع البلفيك بيساوي 10 هيعدي ازاي تاني كده البيس اكروميال 12 اكروميال ده 12 والليست دايمنشال البلين اوف ذا بلف صح كده هيعدي ازاي حلو قوي الحاجه الوحيده اللي تخلي الشولدرز كومبريسبل يعني الدايمتر ده يتقفل ان يبقوا الاثنين شولدرز قافلين على بعض وادكتد فلكس ادكتد الحركه دي بتخلي امكانيه ان يحصل سكويزنج ليهم ويعدوا من خلال الاسكيل سباينز طيب خلي بالك بقى انت اثرتي نقطه مهمه جدا يعني معنى كده ان لو حصل اي تغيير في الشكل ده بتاع الشولدرز هيحصل مشكله هيحصل مشكله مش هتتولد لو حصل لهم يعني اكستندد شولدر منهم اتفرد دي واحده من الحاجات اللي احنا بنعالجها للبريتش مشكله صح ده معنى كده ان هم هيفقدوا الميزه الاساسيه بتاعتهم اللي هي ايه اللي هي ان هم يبقوا كومبريسبل مظبوط تمام 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 خلي بالك التليفون هيقطع بس انا يعني هشحنه وهرجع تاني هشحن بس التليفون اوكي okay؟